هذا وقد شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع ميليشيات الحوثي في صعدة. وقالت مصادر ميدانية إن الغارات استهدفت مواقع للمتمردين في مديرية باقم، وتزامن القصف الجوي مع قصف مدفعي وصاروخي لقوات التحالف على أهداف للحوثيين في باقم. كما طال القصف مديرية منبهة الحدودية بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين. كشفت تقارير